هذا المقطع يا اساطير راح نطور المرافق الجديد دراجون ما اعرف شو اسمه للليفل ماكس، وراح نقول لكم اسراره وفوائده حبايبي كتير مهمه اوكي، وراح نجربه طبعا. ماشي حبايبي كراب، خلينا ندخل على المقطع وليتس جو. لا تنسوا تحط زر اللايك والشير وتفعل الجرس يا احلى ناس، وليتس جو يا اساطير. اوكي يا حبيبي، طبعا حبايبي للحصول على هذا السكين عندنا من طريقتين شباب، او شحن 200 جوهره او من المتجر مباشرة حبيبي. طبعا شباب رح نستغل الفرصة ومناسبة الشحن والتوب اب شباب، رح اعمل ان شاء الله على هذا المقطع باذن الله تعالى، رح اختار من التعليقات، اعمل سحبات عشوائية من تعليقات المقطع هذا حبيبي، وعشان نشرح لكم نعملكم مسابقة على التوب اب. اوكي حبايبي، ما بدي اطول لكم اكثر من هيك، خلينا نشحن التوب اب. طبعا شباب انا بشحن دائما عن طريق الاي دي اوكي، يعني ما يلزم اني ادخل حساباتكم واشحن لكم مباشرة شباب عن طريق الاي دي. كل ما عليك تحط الاي دي تبعك تحت وانت وحظك راح اعمل سحب عشوائي حبايبي عن طريق برنامج. اوكي شباب لاكثر من شخص. اوكي حبايبي يلا ليتس جو. طبعا يعني من هون ل 11 شهر. اوكي حلو كثير حلو. اوكي حلو يلا الان حبايبي ندخل ونشوف المرافق الجديد. طبعا حبايبي اوكي ساوند شوي يلا ندخل هون، راح نسميه شو نسميه؟ ما نسميه شيء، بعدين نشوف شو راح نسميه. طبعا شباب هذا المرافق مثل ما انتم شايفين عنده مهارات. طبعا المهارات اللي فيها ابو شباب الاسطوريه اللي هي كل الاشخاص اللي حواليك بين قوسين شباب، راح اعطيكم اياها بشرح مباشره بدون ما نقرا، بس لكن راح نقرا. الملك قادر مستوى الواحد، الملك قادر على تحديد واحد من الخصوم الذين يستخدمون لعده المعالج في منطقه 10 متر، 10 متر ويستمد لمده 3 ثواني. يعني حبايبي الكرام هذا المرافق بيكشف العدو اللي بيعبي دمه، يعني اللي بيعمل اللي بيستخدم الميت كيت في دائره 10 متر اوكي لمده 3 ثواني، يعني بيكشف العداء. المستوى الثاني 20 متر زائد عدوين حبايبي، والمستوى الثالث 40 نفس الشيء 30 متر ما يختلف شيء، بس ولكن مثل ما انتم شايفين هون بيصير 4 دا يعني سكواد كامل حبايبي الكرام اوكي. المستوى الاخير المستوى الثالث فهمتوا. يلا شباب خلينا نطور شوي منه اوكي. هلا اللي يهمنا شباب الحلوين اوكي تمام. اوكي شباب لعلنا الان هذا هو المستوى الثاني اوكي. طبعا شباب انا راح اخليه راح اطوره الان، راح اخليه على المستوى اللي هو هذا، لانه راح شباب ما راح اقدر اجيب اكثر من عدو عشان نجربه ونفرجيكم اياه شباب واشرح لكم خاصيته الجميله لهذا السكين. طبعا شباب هون عندنا رقصاته دريكي، عدد رقصاته حلو، سكين كثير حلو بصراحة يعني كثير كيوت السكين هذا المرافق. طبعا شباب راح ندخل الان لداخل، راح اعمل روم من فتح حسابين نفس الوقت، راح اعمل روم وراح افرجيكم شباب اشياء المهمه بهذا المرافق الاسطوري. يلا ندخل شباب ليتس جو. اوكي يا حلوين حبايبي كرام مثل ما انتم شايفين يا احلى الناس، ركزوا معي حبايبي. طبعا شباب ليش اقول لكم هذا المرافق هذا الدريكي اسطوري؟ لانه شباب هذا كثير بيفيد بالرومات الفور فيرسس فور بالكلاش سكواد شباب، يعني اربعه يضرب بعض شباب هذا كثير بيفيد، ونفس الشيء يعني بيكشف الاعداء اللي حواليه اللي عبي دمه، يعني حتى يعني بتقدر تستخدمه كمثل كانه عندك كيف اشرح لكم شباب، كانه عندكم هذا الشخصيه اللي اسمه موجو. اوكي شباب خلينا نشرب شباب دمج شباب مثل ما انتم شايفين. يلا خلينا نعبي دمه شباب. طبعا هون المسافه تعتقد تتبع، شايفين شباب كيف عم يطلع؟ شايفين عم بيطلع الدم ايزي، نرجع نضرب نشوف نرجع يعبي دمه اوبلي، يعني شايفين شباب المسافه، يعني هاي المسافه تعتبر الفايتات بتكون بالاربعه ضد اربعه بالرومات، يعني جد شيء اسطوري. خلينا نعطي شوي دم. طبعا شباب المرافق مش مطور يعني لساته مش ماكس اوكي. شباب خلينا نضرب هالمسافه لهون ونشوف، يعني شباب شوفوا المسافات الاسطوريه يعني يا سبحان. هون طبعا هون مش مطور ماكس، لو مطور ماكس لكان بين معنا حبايبي فهمتوا علي. اوكي شباب anyway. اوكي شباب رشح لكم، طبعا هون شرحت لكم بالنسبه للرومات فورفس 4 ضد 4، يعني هل السلاح يعني اربع اشخاص بيطلع لكم يعني بيفيدكم ككشف هاكر فهمتوا علي، يعني مثل سيد شخصيه الهاكر فهمتوا علي الموجو ولا معنا. والله ما دايما يعني والله مره عرفت الاسم تبعيته دايما بنساه. اوكي حبايبي الكرام بالنسبه للرومات يعني بيفيدكم هذا المرافق بالرومات، هذا شباب بيفيدكم هذا المرافق لكشف
اماكن الاعداء. هذا الشباب كتير شغل اسطوري. بالنسبه خلينا نروح للرانكت، نفس الشيء شباب، نفس الشيء يفيدكم، نفس الشيء شباب الحلوين راح يفيدكم، نفس يعني نفس يعني مثلا فايتات بكل الجهات سكوادين كذا كذا، بيعبي دمه هذا المرافق راح يكشف لك الاماكن بالنسبه يعني عند طوله ماكس بالنسبه 30 متر شباب، يعني شفتوا بعينكم شباب، راح نرجع نشوف نفرجيكم كيف. يلا خلينا نتقرب شوي لنشوف يلا شباب راح افرجيكم. اوكي ليتس جو، يلا خلينا نروح لهون نظبط الوضع، نمشي هذا. صراحة شباب عن جد الواحد يعني يدوخ، اقسم بالله واحد يدوخ شباب، ما عنديش ماسك الحسابين وعم دوخ الصراحة. طبعا خلينا نجي لهون شباب، طبعا مثل ما شرحت لكم اوكي، يعني فائدته كتير حلوة. يلا اوكي شباب خلينا نضرب شوي، خلينا نلعب دمه نفس الشيء، يعني اعتبروا لاعب هون تمام، لاعب هون مثلا، لاعب هون شباب نازلين بالاوبسرفاتوري دمجتوا السكوادات، الكل صار يبلش يدمجتوا شوي، الكل صار مثلا يوقف هون يعبي واحد يعبوا دمه هون والثاني هيك، يعني شباب يعني عن جد هذا المرافق يعني يرزم لما تلعب مع سكوادك الدائمي، يرزم شايفين كيف؟ يعني يلزمك كثير باللعب، يعني واحد من سكوادك لازم اذا بتلعبوا دائما مع سكوادك ومتعودين على اللعب مع بعض، مثلا اللي بيلعبوا بطولات والى اخره ورومات كل هذا الشيء، يعني هذا المرافق عن جد كثير كويس شباب، يعني اسطوري. اوكي شباب خلينا نطلع من الروم ونشرح لكم اشياء جديده كمان. اوكي حبايبي الكرام، مثل ما انتم شايفين شباب مستوانا الحالي هو الان 2 اوكي، باقي له شوي يوصل لمستوى 3 راح تطوره ان شاء الله، وراح ينفعنا اكثر شباب المستوى الاخير، يعني 5 ثواني و30 متر وسكوات كامل، يعني واحد من مثل ما قلت لكم من شوي، واحد من الفريق يشيل هذا الـ المرافق عن جد راح تستفادوا كثير منه حبايبي. اوكي شباب بالنسبه لننهي البث، مو البث، ننهي الفيديو لحبايبنا، مثل ما قلت لكم شباب اول ما اختار راح اختار اشخاص عشوائيه، كل ما عليك تحط الاي دي وانت وحظك حبايبي الكرام. اوكي شباب نفس الشيء شباب، اليوم ان شاء الله اليوم مسويات رح نعمل فعاليات على التوب اب لهذا المرافق شباب. اوكي حبايبي هي بكون تام مقطع، لا تنسوا تحطوا لنا زر اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس يا احلى ناس، ونشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم وجمعة مباركة، باي باي.